سألتك عنها كتير قبل كده بس أسألك عليها دلوقتي عشان هي عاملة حدث دلوقتي. موسيماني هو ليه في خناقة دايما على موسيماني؟ يعني هو راجل كويس ولا مش كويس؟ هو اصلا المفروض الناس تقول عليه كويس ولا المفروض تقول عليه مش كويس؟ طب اللي بيقول عليه مش كويس ده عيب كده ان هو يقول عليه مش كويس، ولا هو كويس في المطلق واعظم مدرب في العالم، ولا هو لا مش اعظم مدرب في العالم، ولا هو مدرب كويس على قد اللي عمله؟ موسيماني دايما حاله، يعني حالة. دايما الناس تقعد تتناحر على موسيماني. النادي الاهلي معروف ان هو مدربين المان انجليز برضه حته واحد من افريقيا جاي دي مهما عمل بتلاقي لو اخفق في في, في شوط يقول لك ده لا 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 مش قد كفاءه النادي الاهلي، مع ان الراجل محقق كل البطولات او معظم البطولات اللي دخلها. وحاله جدل شويه، وساعات بيدي تصريحات يعني هو زعل وده حقه ان هو خرج من تصنيف احسن ثلاث مدربين في العالم. مش قوي كده عم موسيماني، يعني ماشي انت مدرب من احسن مدربين في افريقيا، انما العالم لما نقول توخيل نقول جارديولا نقول بوتشيتشينو كتير كتير كتير، لا ما يعني ما تزعلش قوي، مش عايزك تزعل قوي، ولكن هو مدرب على قد البطولات اللي خدها، على قد الحاجات اللي لا مدرب كويس مش وحش انت فاهمني، بس هو دايما جمهور النادي الاهلي عايز دايما ايه، عايز ايه ده بقول لك، عايز واحد اللي هو ايه المانيا انجلترا واحد قوي يعني انت فاهمني. انا شايف ان هو حقق 3/4 75% من اللي دخله، يعني دخل 100% خد 75% وده حاجه كويسه مش وحشه. يعني ترفض انتقاد موسيماني؟ لا انتقاد فني، لا ما ينتقد فني ده اعظم ناس في العالم مورينهو نقدوه، انما نقد شخصي لا، احنا مش بلد عنصري، لا ما حدش ينتقده شخصي، بس هو كله فني. تصريحاته ممكن انقده، لعبه طريقه تفكيره تصريحاته ساعات، يعني سمعت لغايه دلوقتي النادي الاهلي لسه ما جددلوش حتى الان، هو مش هيجدد له خلاص، هو اخر السنه ايه اخر السنه خلاص مش هيجددوا له تاني. الاهلي مش هيجدد لموسيماني؟ دي معلومه عايز يجدد ايه، معلومه ولا توقع؟ لا مش معلومه، يعني انا جبت لك المعلومه بتاعت المنتخب دي صرف. لكن دلوقتي بتتوقع انه الاهلي لن يجدد لموسيماني؟ بابن النادي الاهلي انا فعارف النادي الاهلي لما يطول في حاجه ده حصلت معايا إيه، لو طول في حاجه مش هيغير. ايه اللي يخلي الاهلي ما يجددش لموسيماني يا كابتن رامي؟ هو موسيماني برضو يعني في اوقات الواحد يفهمه وساعات ما يفهموش، لكن اللي بيخليك تضعف قدامه او يبقى الكلام عليه قليل بطولاته. هو واخد بطولات، والنادي الاهلي انت عارف اي بطوله حتى لو بطوله وديه وما خدهاش دي بتبقى كارثه، يعني كابتن عبد الجليل اكتر واحد عارف يعني كابتن النادي الاهلي يعني. ف موسيماني البطولات فرقه معاه، لكن اللي انا شايفه لغايه دلوقتي ان هو ممكن ان انا سامع ان طبعا مراته ان هي اوكيت اعماله ان جايبه له عروض في امارات هو بيدرسها برضو مدرب محترف، لكن البطولات تغفل له ان طبعا النادي الاهلي لازم يكلمه معاه في تجديد، في بيقدم مباريات على اعلى مستوى وساعات مباريات يبقى هو ما عندوش وسط لا كويس او لا وحش دي مشكلته، لكن ببطولاته طبعا انا شايف النادي الاهلي لازم يجدد معاه ببطولاته طبعا. خناقه وبقاله سنتين صح؟ سنتين دخل سنتين كفايه مش هيدي زي اللي اداه. ايه اللي يخليه مش هيدي؟ دايما انا بحب يعني مدربين في اوروبا بيقعدوا بالسبعه والثمانيه والتسعه والعشر سنين في اوروبا عادي. في اوروبا كابتن هناك والدول المتقدمه زي ما بيقولوا لا انت عقليه اللعيب الاوروبي غير احنا هنا، يعني مشكله اللاعب ولا المدرب؟ الاثنين. انت هنا بتتاقلم شويه واللعيب لو خد على المدرب خلاص وخد فيه وبتاع. في لعيبه كتيره في النادي الاهلي مش عاجبها اسلوب، يعني مش عاجبها الموسيماني، ولعيبه بتلعب اساسيين وفي لعيبه ما بتلعبش خالص. سيبك من موضوع كهربا، ان كهربا كان الراجل اكتر واحد اداله، يعني كهربا في اول الموسم كان اكتر واحد. مين اللي مشى كهربا من الاهلي؟ هو موسيماني. لا كهربا، كهربا كهربا اللي مشى نفسه. عدم التزامه، عدم جديته. انت لعيب كويس وعندك امكانيات، بس انت مقصر في حق نفسك زي صالح جمعه. لكن انت اللي مشيت نفسك، النادي الاهلي عايز يساعدك، صبر عليك كتير صراحه، صبر عليك كتير. والله صح، يعني انا صبرت عليك كتير قوي، والنادي الاهلي عايز اقول لك هو بيتعب يعني ما بيصبرش على حد، مستحيل. احنا يعني كلنا يعني لعبنا في النادي الاهلي وعارفين النادي الاهلي تفكير ايه فيه، ما بيصبرش.
احنا في يوم وليله صحينا الصبح قال لك رامي سعيد وابراهيم سعيد واحمد صلاح حسني وجوده معروضين للبيع في ثانيه. في ثانيه يعني احنا جايين النادي تمرين، فالنادي الاهلي ما بيصبرش على حد، السبر عليك كتير قوي وانت مش عايز والناس عايزه تساعدك باي طريقه. واللي كنت بسمعه يعني النادي الاهلي كان مغطى عليه بلاوي. عارف ليه يا رامي؟ اتفضل يا كابتن. عارف ليه؟ عشان هو لعيب كويس، دي حاجه كانوا عايزين يقوموه خلوه يبقى، وحاجه تانية ان هما جايبينه من الزمالك داخله برضو في دور كبرياء شويه.